اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما هي المعجزة الموجودة في سورة الفاتحة التي لم يكتشفها أحد، وكيف تشفي الأمراض؟ سورة الفاتحة أول سورة في القرآن الكريم، وكنيت بأم الكتاب وأم القرآن والشفاء والسبع المثاني والوافية والحمد، وكفاها شرفا أن افتتح بها كتاب الله عز وجل. والفاتحة هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، وتكرر في كل يوم 17 مرة في 17 ركعة من الفرائض فقط. وهي السورة التي تشتمل على معاني آيات القرآن الكريم كلها، وتشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم، وقد وردت أحاديث في فضل سورة الفاتحة، من أجلها حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، رواه الترمذي. أجل، إنها السبع المثاني. وسميت بالسبع المثاني لأنها تثني كل ركعة، أي تعاد، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. قال ابن القيم: سورة الفاتحة تشتمل على شفاء القلوب وشفاء الأبدان، فأما اشتمالها على شفاء القلوب فلأن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. وهذا هذان المرضان هما أمراض القلوب جميعها، فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، والتحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. ثم ذكر ابن القيم عن تجربته الشخصية فقال: كان يعرض لي آلام مزعجة، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقد جاء في صحيح البخاري أن الصحابي الجليل أبا سعيد بن المعلى رضي الله عنه
كان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد قال له النبي إنه سيعلمه أعظم سورة في القرآن، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. سورة الفاتحة فيها مواضيع متنوعة تجمل مواضيع الدين، ففيها المدح والثناء على الله عز وجل، وفيها معنى التوحيد لله تعالى وطلب الهداية والاستعانة منه. سماها الله تعالى بالسبع المثاني حين قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وذلك لأنها آيات تتكرر في كل ركعة من كل صلاة، ومتضمنة لأركان الإسلام ومعاني التعبد والعاقبة والتوحيد والنبوة. سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة التي أوجب الله تعالى قراءتها في الصلاة نظرا لفضلها وأهميتها. سورة الفاتحة هي سورة تجوز بها الرقية الشرعية، وقد أقر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك حين قال للصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وما يدريك أنها رقية. كما أن سورة الفاتحة مشتملة على أسماء الله الحسنى التي تعد شاملة لما سواها من الأسماء، وهي الله والرحمن والرب. وسورة الفاتحة حرز من الجن والإنس. قول المولى عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وتقرأ مالك يوم الدين، وفي بعض القراءات الأخرى ملك يوم الدين. والفرق بين مالك وملك أن المالك ملك شيئا خاصا به، له حرية التصرف فيه، وله خصوصية لا يمكن أن ينازعه فيه أو يتعدى على حقه فيه أحد ولو كان ملكا. أما الملك ففيه عمومية، فهو يرعى الجميع وله رتبة تفوق الجميع، ومن ثم فإن الخلق جميعا ملك الله وملك الله، يفعل ما يشاء، يعفو عمن يشاء، ويعذب من يشاء، ولا يظلم أبدا، لأنه المالك الحقيقي والملك الحقيقي سبحانه. فالله عز وجل هو ملك الملوك، وهو مالك يوم الدين والدنيا، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيقول تعالى: لله الواحد القهار. ففي الدنيا يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، بينما المالك والملك هو الأحد القهار الذي يملك كل شيء، وله ومنه يعود الأمر كله، ومن ثم فإن يوم الدين هو يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده، كما قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وقد أخرج الترمذي عن أم سلمة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ملك بغير ألف، فيما أخرج أحمد والترمذي عن أنس أيضا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون مالك بالألف. إذن القراءة على الحالتين ليس بخطأ، سواء مالك أو ملك، فقد قرأ من القراء السبعة عاصم والكسائي قول الله تعالى: مالك يوم الدين بألف، فيقرؤونها هكذا: مالك يوم الدين، وبينما قرأ الباقون بغير ألف: ملك يوم الدين. وبناء على ذلك فقراءة ملك يوم الدين دون ألف لا يعد خطأ، بل هو قراءة أكثر القراء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.